وفي ظل تفاقم أزمة الثقة بين شركة أسترازينيكا والاتحاد الأوروبي، انتقدت المفوضة الأوروبية للشؤون الصحية الشركة بشأن تأخرها بتوزيع لقاح كورونا، معتبرة أنه أمر غير مقبول، فيما طالب أحد أعضاء البرلمان الأوروبي بريطانيا أيضا بإعادة النظر في مواقفها بهذا الشأن. وفي المقابل دافعت أسترازينيكا عن خطة توزيع اللقاح في أوروبا، محملة الاتحاد المسؤولية لتأخير توقيع اتفاق بينهما. يذكر أيضا أن أسترازينيكا كانت قد وقعت في أغسطس الماضي على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يقضي بتأمين الجرعات المطلوبة بحلول مارس القادم. أكدت شركتا فايزر وبيونتك أن لقاحهما فعال ضد تحورات كورونا الجديدة، بما في ذلك النسختان البريطانية والجنوب أفريقية. يأتي ذلك بعد أن تم رصد العديد من الفصائل الجديدة من فيروس كورونا، والتي تتميز بأنها سريعة الانتشار، ما طرح علامات استفهام حول مستوى الوقاية الذي يؤمنه اللقاح ضدها. وعلى الرغم من هذه الأخبار الإيجابية، يواصل العلماء سعيهم للحصول على أدلة علمية قطعية تؤكد ذلك وتثبت فعالية اللقاح.